أحيانا نقرأ آية أو نسمع آية نجد سبحان الله أن لها أثرا في قلوبنا بخلاف كثير من الآيات، والقرآن كله خير وبركة، لكن بعض الآيات تعايش روحك وتلامس قلبك، بل سبحان الله كأنما نزلت من أجلك. هذه الآية لا تغادرها، لا تبتعد عنها، احفظها، كررها، افهم معناها، اقرأ تفسيرها، كررها، والله لو قمت بها ليلة كاملة لما كان ذلك كثيرا. قال ابن القيم: وقراءة آية واحدة بتفكر وتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم.